أعزائي متابعي موقع بصراح الإخباري، صباح الخير عليكم من داخل أحد مزارع الكركديه، وفي موسم حصاد الكركديه بمحافظة الأقصر. نتابع مع حضراتكم طرق وحصاد الكركديه الذهب الأحمر كما نطلق عليه في محافظة الأقصر. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين أهو، الكركديه سلالات وأنواع مختلفة، هنتعرف على كافة الأنواع وازاي بيتزرع وازاي بيتحصد الكركديه. الكركديه طبعا المشروب الاشهر على الاطلاق في مصر والوطن العربي، وكثير من المواطنين بيحبوا مشروب الكركديه اللي بيتشرب ساخن وبارد ايضا. اهو ادي الكركديه، يعني اكتر فترة بيطول في الارض ومن اكتر الزراعات اللي بتطول في الارض هو محصول الكركديه. اهو هنتعرف اكتر على الطرق من المختصين، والحاج كرم معانا. ازيك يا حاج كرم؟ الله يخليك. الله يخليك حماد، الله يخليك. الله ما شاء الله عليك، يعني يا رب الله يبارك فيك. زرعة مباركة ان شاء الله علينا وعليك وعلى الجميع يا رب العالمين. احنا عايزين نعرف الكركديه بالضبط، يعني بيتزرع امتى وبياخد قد ايه في الارض؟ والله حضرتك يا بيه، هو بيتزرع من شهر 6، بيبتدأ من بعد حصاد القمح نخش موسم زرع الكركديه. تمام. يعني بيبتدا من شهر 6 يخلص يتحصد في شهر 11. بياخد في التقريب يعني 6 شهور كده، مقابل 6 شهور في الارض. 6 شهور في الارض؟ 6 شهور في الارض. طب الكركديه بالظبط يعني بياخد خدمه ولا ايه؟ طبعا. يعني طبعا طبعا. هو حضرتك ده، هو الكركديه اللي قدام حضرتك ده مزروع على جور تنقيط. جور تنقيط. على سرايب تنقيط ده. تمام. بصراحة يعني واخد خدمة وواخد إمكانية عالية يعني. فمية خفيفة عامة، يعني هو ممكن في الست شهور اللي بياخدهم في الأرض ممكن ياخد فيهم 3 ميات 4 ميات حد أقصى يعني. يعني ميته خفيفة. ميته خفيفة خالص. يعني مش زي الزراعات التانية زي القمح مثلا. لا 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 طبعا. لا لا لا. لا هو حضرتك يعني ممكن في الفترة اللي بياخدها الست شهور دي. تمام. ممكن ياخد يعني مفيش أكتر من كده. يعني ما بياخدش مية كتير. لا لا لا، مية كتير لا. بسم الله ما شاء الله. ما بياخدش يعني اقصى حاجه يعني 4 ميات. 4 ميات. طبعا. طب وبالنسبه للسماد، يعني اللي بيتسمدوا مثلا؟ والله بيتسمد لوريا، ما احسن حاجه اللي الكمو واللوريا. يعني بياخد يعني الفدان معادل من 3 ل 4 شوال. 3 ل 4 شوال. للفدان. للفدان. بس هو بيشغل الارض فتره كبيره. هو بيشغل الارض طبعا 6 شهور طبعا. فياخد 6 شهور في الارض. يعني بالنسبه للذره، احنا بنقول الذره مثلا بتاخد، ما فيش يعني الذره ممكن زرعتين في الموسم طبعا، وثلاثه في ناس بتزرع. لا وحضرتك ده بياخد نص عام بالظبط في الارض. ست شهور بالظبط، وتحصد في شهر او بيبدا اول حصاده في شهر 11. وفي كركديه ثاني اللي هو السعودي. ده بيتاخر، ده ممكن بياخد 15 12 20 12 لين يبتدي الحصاد فيه. ايه الانواع بتاعت ال، لا ده سعودي، ده في حاجه اسمها بلدي اللي هو ده قدام حضرتك. ده بلدي ده بيده. ده البلدي ده بتاعنا ده. البلدي بتاعنا ده احنا. اما السعودي ده حاجه ثانيه، شكل ثاني، شكله كده زي الاخطبوط بالظبط كده. اللي شناب مجنح. تمام. حتى تلقى لوستو مختلفه، لوستو تلقاها فاخره على البلدي ده. اما ده اللي عندنا حاليا ده اللي قدام حضرتك ده بلدي ده. ايه اشهر انواع بتتشهر بيها بلادنا يعني في ال، فاللي هو الكركديه البلدي الاسود. الاسمر ده. الاسمر يعني. الاسمر ده جميل. يعني هو بلدي ده. ده البلدي اللي اكتر حاجه بيتزرع هنا في اللي في بلادنا كله عامه. احنا السعودي ده من يعني من فتره قريبه خالص، يعني من 5 6 سنين ظهر عندنا، حد اقصى يعني ممكن ما كملش العشر سنين ظهر حاجه اسمها اللي هو السعودي ده. ما كانش الزرع في بلادنا، كان الزرع في الوادي. ابو يمشي مع الجو بتاعنا. بيمشي مع الجو بتاعنا وبيطلع حاجه اسمها ما شاء الله برضه. وبيدي محصول كمان اكتر من البلدي، محصوله اكتر من البلدي السعودي. ما شاء الله. يعني الفدان يجيب له قد ايه مثلا؟ والله معدل الفدان المسمد النظيف معدله من 250 300 كيلو. 250 كيلو معدل الفدان يعني اللي هو الناجح. اللي هو المكروم. اما في بيبتعد من 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 100 150. بس اقصى حاجه اللي هو 300 كيلو ده اللي هو المعدل الفدان الزرع الناجح الطاهر النظيف ده. اكتر حاجه ده. ده اكتر حاجه ده. بسم الله ما شاء الله. وده حضرتك زي ما شايف انت. طبعا دي جوره دي على تنقيط. بص حضرتك في روحها يعني بسم الله ما شاء الله، عشان في مسافه بينه وبين الثاني حاجه بسم الله ما شاء الله مفرع يعني. تمام. حضرتك الصحه ماذا؟
بص الجدع عامل قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ليه فروع كذا فرع يعني. ليه؟ عشان واخد مسافه بينه وبين اخوه الثاني. مفرع. مفرع، فهي دي الجوره دي حضرتك اللي بكلمك عليها. والتنقيط افضل ولا المزق العادي يعني؟ لا هو حضرتك والله التنقيط احسن من المزق العادي. يعني التنقيط التنقيط حلو. واخد بينه وبين الثاني مسافه، وبعدين في رشاشات خراطيم هنا حضرتك هي اللي بتسقيه في التنقيط. ده كله تنقيط ده حضرتك استاذ حماده؟ ده كله تنقيط. ده كله. طب الزرع اللي شايفه ده كله حواليك ده كله قدامه تنقيط ده. في الحصاد خلاص المفروض ده يتحصد ده. في الحصاد احنا شغالين حاليا دلوقتي تبقى نحصد يعني خلاص ده. يعني الايام الجايه يعني احنا باذن الله على اخر الشهر يكون خلص حصيد. او ممكن ياخد له اسبوع او 10 ايام تاني في 12 وخلص حصيد، مفيش تاني. طب بعد الحصادان يعني انت بتحصد دلوقتي بتلمه في مكان معين وبتجيب طبعا الاطفال؟ بنجيب العمال طبعا. والعمال معانا عمال طبعا بنودي لها بنحش لها ونعبي المقطوره وندي العمال تقشر. بندي اسبوع في الشمس حضرتك. بعد القشير. بعد القشير يتقشر تبقى لوزه تطلع لوزه، فبندي اسبوع في الشمس كده في التجفيف، فبياخد تجفيف تمام في اسبوع وبنلمه حضرتك. بخليش بيقعدش اكتر من اسبوع يعني في التجفيف. اكتر حاجه اسبوع. اكتر حاجه اسبوع خالص في التجفيف. لم فرش خلاص يعني. بيكون نشف حضرتك خالص. بيكون نشف خالص وبيتلم في التجفيف. اهم حاجه هو ليه الجفاف طبعا، لازم يتعادل جفافه ويبقى واخد وضعه في الجفاف، لان بيكون هو لين ثقيل شويه. طبعا طبعا هو لين ثقيل. يعني ده ممكن فدان ينقص قد ايه على كده؟ والله حضرتك هو يعني هو اخضر فاوزانه ثقيله خالص. بس هو احنا عندنا الصفيح اللي هو الجرك الابيض ده معدله نص كيلو عندنا في النشفان. فيش اكتر من كده يعني. هو اخضر ممكن يعادل 10 كيلو. وبيوزن على فكره هو ناشف. هو اخضر يوزن. هو لكن هو ناشف حضرتك. معدل الصفيح عندنا نص كيلو. ما فيش اكتر من كده يعني. الفدان ممكن ما يجيبش بعد النشفان يعني. هو معدل الفدان الطاهر النظيف يا بيه معدله من 250 ل 300 كيلو. ما فيش اكتر من كده. الفدان اللي هو البلدي ده حاليا اللي هو زرعتنا دي اللي احنا شايفينها قدام حضرتك دي. دي معدلها 250 300 كيلو. مفيش اكتر من كده. احنا بنقول المشروب الاشهر الكركديه يعني. الكركديه معروف يعني كل الناس اللي بتاجي من برا عايزاه. طبعا يعني الاقصر مشهوره بيها. طبعا هو اكتر نسبه نجاحه عندنا عامه كله في محافظه الاقصر. وفي اسنا برضو عامه تشمل اسنا والاقصر. واسوان فعلا هي الاقصر واسوان اكثر حاجه. الاقصر واسوان واسنا اكثر يعني مساحات في الكركديه فيها. من بعد الاقصر حضرتك ما فيش يعني، بسيط خالص ما فيش مساحات. لكن اخرنا الاقصر اسوان اسنا الاقصر. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا من المحافظات بنقول الرائده اللي الناس من برا يعني. محلات العطاره عندنا كلها بتبقى كركديه في موسم الشتاء. الناس اللي بتاجي زيارات الاقصر كلها بتيجي على طبعا طبعا. هو مشروب خلي بالك، هو مشروب يعني اولا صحي للضغط. تمام. للضغط يعني مشروب للضغط جميل خالص. وعامه بيسموه في بلادنا بيسموه العناب. احنا نقول عليه كركديه لكن هو اساسا اسمه عناب. عناب برا. العناب برا. لكن احنا هنا بنقول عليه كركديه. برضه يعني فيها لمعه كده. لا حاجه بسم الله ما شاء الله. زرع مكلف وزرع يعني واخد سماد وزرع طاهر. حتى حضرتك بص على 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 الجذع نفسه. يعني عايز افهم حضرتك حاجه ثانيه استاذ حماده. يعني بص يا بيه. بص عندنا الجذع احنا عامل كام فرعه. ده جذع واحد ده. شوف حضرتك كام فرعه فيه. مفرع. ليه؟ عشان واخد مساحه واخد تهويه في الارض. واخد ما بين الجوره ما بين اختها انا اقل حاجه 2 متر. فعلا هو التنقيط ليه اساسيات طبعا وليه نظام يعني. طبعا هو التنقيط يعني. عامه في جميع اي حاجه يعني احسن من الغمر بشويه يعني طبعا. لا ما شاء الله وبالتوفيق يا رب. الله يخليك استاذ حماد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك.